في الاعلام وما بين مجالس الادارات والخناقات والحاجات دي اتحلت في 24 ساعه، كانه نوع من ايه ان خالد هو اللي حل، العقبه اتشالت وان طاهر هو المشكله، يعني هو العقبه هو اللي مسبب، لكن في النهايه ولا مصلحه اهلي ولا مصلحه معرفش ال 41 مليون جنيه بخ والقصه. بص يا كابتن خالد، بس هو في طبعا يعني عايزين بس نمشي بالموضوع بالتدرج ونشوف الموضوع ماشي ازاي. طب معلش يا محمد، نطلع للسفير هاني صلاح قال لي ايه بالظبط ونرجع نتكلم فيها. نروح سياده السفير هاني صلاح، طبعا متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء، ماذا قال لي من اسبوعين بالظبط بعد الغاء قرار الوزير بانهاء المد لمجلس الاداره؟ هو ما حدث امس ان السيد رئيس الوزراء لم يلغي قرار السيد سفير هاني صلاح، قال لي خلال اسبوع، وقال ايضا دراسته بكافه الجوانب، وفي ذاك الوقت قيل ان عشان 25 يناير والالتراس والحاجات دي فنخليها بعد 25 يناير. طبعا عدى اسبوعين دلوقتي ولا جديد ولا قرار. لا ما هو طلع قرار يا كابتن خالد، هو طلع قرار هو اسند الملف البث اللي هو سبب المشكله بين النادي الاهلي وبين وزاره الرياضه، اسنده لخالد عبد العزيز. وزي ما بيقولوا بس ده مش قرار بال زي ما بيقولوا يعني فعلي. فانا عايز اعرف هل الاهلي بدل ما يخش له 6 مليون هيخش له 10 مليون؟ هو ده اللي كان طموح النادي الاهلي من بدايه اثاره المشكله؟ لا، هو هنا كمان هل 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 هي كانت القصه طارب وزيت؟ ما طارب وزيت كان بيقول ايه؟ يعني من ضمن الكلام بيقول ايه؟ ان انتوا ترجعوا للدوله وان علاقه الدوله بمعرفش بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي يكون تابع لجنه الانديه مثلا، وان الموضوع النادي الاهلي مصمم على لا انا هبيع لوحدي، يعني هبيع لوحدي. فما يجي واحد في 24 ساعه كده مهندس خالد عبد العزيز يحل الموضوع يبقى القصه كانت طارب وزيت. ما هو كابتن بقول هو عند القصه مش قصه موضوع عندي. طب هل ينفع اعضاء مجالس ادارات محترمين على كراسي لانديه كبيره ومسؤولين كبار يبقى الموضوع عند ويتحل بالعند ويتحل بان انا اقصي ده او امشي ده او احط ده او يعني هل ده ينفع؟ بص الموضوع بقى مش مصلحه الاهلي ولا مصلحه ما فيش فلوس. مصلحه بص بدون لف ودوران يا كابتن، هي فرض اراده. هو دلوقتي يعني البقاء الاقوى مين هيفرض ارادته؟ مين هيفرض ارادته حاليا ومين اللي لازم يقول كلمته؟ النادي الاهلي خد الموضوع ده تحدي من اليوم الاولاني، من يوم ما الكابتن حسن حمدي لم يوفق في لجنه الانديه واتخذ الموضوع. هو فعلا كان في اتفاق ولكن النادي الاهلي كان يجب ان هو ياخده بطريقه ثانيه خالص. انا لازم ادرس ليه الانديه اتفقت ان انا ما اكونش موجود. خلي بالك برضه يا كابتن خالد، احنا مش عايزين النادي الاهلي دلوقتي يتحط قدام الانديه ان هو بياخد كل حاجه هو عايزها او بياخد كل حاجه بمبدا القوه. لان دي هنرجع ثاني هتعمل حزازيه ما بين الانديه. صحيح. وهتبدا ثاني هيكون في شحن. واحنا مقبلين على جماهير جايه ومباريات وكده، احنا عايزين الاجواء تبقى صافيه بين الانديه. ما ينفعش النادي الاهلي لازم يقعدوا ويشوفوا ليه الحاله وصلت للدرجه دي، ليه احنا وصلنا للي احنا وصلنا له، ليه كابتن حسن حمدي لم يوفق. طب هسألك سؤال، يعني انت مش شايف الحدث اللي حصل ده يقول لك ايه؟ يعني انت قدمت السبت هديك الحد، يعني رئيس وزراء انت طلعت جدع معايا ووقفت لي القرار بتاع الوزير، فانا هطلع جدع برضه ومش هصمم على موضوع ال 41 مليون جنيه رغم ان الجمعيه العموميه هتحاسبني. ولا جمعيه عموميه بتحاسب ولا ما بتحاسبش، هو كله كلام للاستهلاك الاعلامي وخلاص. لان في النهايه ولا جمعيه عموميه حاسبتك على 41 مليون ولا جمعيه عموميه هتحاسبك على ان انت انسحبت ولا اي حاجه. وهنا في السؤال، فرئيس الوزراء بعد ما كده راح قال طب هو ممكن ده الاتفاق اللي ممكن، طب خلي خالد هو اللي يمسك الملف نكايه في طاهر، فخالد يمسك فالاهلي يحل الموضوع في ثانيه، يبقى كل قنوات تاخد يعني ما هو ده اللي بيحصل. يبقى هنا كابتن خالد المصلحه العامه ما حدش يجيب سيرتها. يبقى احنا بنتكلم على مصالح شخصيه او مصالح الانديه. بالظبط، المصلحه العامه الانديه او مصلحه الجمعيه العموميه هنا انتفت. انت دلوقتي بالقرار، لان انا كان ليا كلام مع كابتن خالد، مع الاستاذ خالد الدرندلي. لا الاستاذ الدرندلي وانا كلمته بمنتهى الوضوح، لو تتذكر حضرتك قالوا ان هو مباراه المقاولين الاهلي هيزحف. تتذكر قال الاهلي هيذيع مباراه المقاولين عشان ده كان بعد قرار. لا مش مباراه المقاولين، ام بي. لا ام بي اتذاعت. ام بي اتذاعت. لا ام بي اتذاعت اوريدي. لا كان مباراه المقاولين بعد قرار رئيس الوزراء. بعد قرار رئيس الوزراء. ايوه ما اتغيرت. لا قبل ما اتغير يا كابتن كان الكلام اللي ماشي واللي اتقال وحركة الكلام ده فاتأجلت واتحل.
خدت بالك صحيح لا مش تأجلت يعني خلوا ماتش المقاولين بتاع المقاولين واتحلت بعدها بيومين. فساعتها انا كان ليا كان ليا كلام مع الاستاذ خالد الرندلي. هل فعلا ما يقال ويصار على الساحه دلوقتي ان النادي الاهلي لرد الجميل يعني لرئيس الوزراء او لعدم اثاره المشاكل في الفتره دي هيذيع ماتش المقاولين؟ قال لي ابدا لا يمكن. قال لك كده؟ قال لي لا يمكن. انا طب وده حصل فعلا؟ لا قال لي لا يمكن ان احنا نتنازع عن مبدانا. قلت له خلي بالك 41 مليون جنيه. قلت له خلي بالك قبل كده انتوا اتكلمتوا كمجلس اداره النادي الاهلي ان ده ان دي مال عام ودي مال الجمعيه العموميه وده حق النادي الاهلي محدش يقدر يفرط فيه. انا بس سائل دلوقتي لكل مجلس اداره النادي الاهلي فين حق النادي الاهلي؟ فين ال 41 مليون؟ انا بصها انا لو عدوا جمعيه عموميه دلوقتي انا احاسب الناس الموجوده. اقول لك حاجه على لا انا بقولها لك ان 41 مليون جنيه دي انا قلتها. انا عايز اوريكم وانا قلت مع الاستاذ خالد الدرندلي ايه. بس يا جماعه يعني القصه دي كانت معموله لاحراج اشخاص وفي النهايه ولا 41 مليون كان هيدفعوا ولا اي حاجه من هذا القبيل. تعال نشوف انا قلت ايه مع الاستاذ خالد الدرندلي ونرجع نكمل حوارنا مع الزميل الاستاذ محمد فتحي.